فطير بدقيق السمين، دي فطير طاسه كده لطيف جدا من الشباب الحلوه الجديده دي. انا جبتها لكم قبل كده؟ مش فاكره، بس انا كنت جايباها هنا من بدري. فهي طلعتها لكم قبل كده. خوفت بيها حد برضه. ماشي. بصوا الفطير ده عباره عن ايه؟ كوبايتين دقيق وكوبايه دقيق سميد اللي هو دقيق بسبوسه اهو. دقيق بسبوسه على كوبايه واحده على كوبايتين دقيق ابيض تمام؟ على قولي كده نص معلقه ملح صغيره او رشه ملح ورشه سكر، قولي معلقه كبيره، رشه كبيره شويه، وخميره حط معلقه حبه صغيرين قوي. انا بس بفتح العجين، بفتح ايه بيها العجين تمام، وهروح عجناها بالميه. دول بس كده العجينه. نيجي بقى هنا نبدا نعملها كور كده مش كبيره. صغيرين نقسمهم بقى، يعني ممكن كل اتنين في واحده او كل ثلاثه حسب ما انتوا عايزين كبر الفطيره قد ايه. نبدا بس نفردها بالشكل ده عشان تساعدني ان انا اعملها بسهوله. يعني افردها كده الفرده دي كده ماشي اهي كده. ازاي بقى انا عملتها كده اهو تمام؟ بجيب السمنه سميكه كده وابدا ان انا ايه ما تسخنيهاش، انا عايزاها تقيله كده لان هي لسه هتفرد في كل الفطيره. تطلع معاكي بقى طريه وجميله جدا ان شاء الله. بص رشه، بص دي السميد ده اهو، انا حاطه جنبي بوله بالراحه كده فوق الايه فوق السمن تمام. ودي تاني اهي اللي فردتها بعديها بالشكل ده، هي دي كده السمنه ورشه دقيق سميد كمان اللي فوقيها. وهروح سايباها بقى في التلاجه، سايباها تبرد يعني تجمد شويه، السمنه اللي فيها دي تجمد ماشي، وبعدين ارجع افردها تاني اهو كده اهو تمام. دي بقى هنحط لها الروعه بتاعتها عشان دي هتبقى اكبر منه بالظبط كده. يعني دي انا تنيتها اهي بسيبها تجمد، يعني بحطها كده في طبق او في حاجه وبغطيها ببلاستيك كده واحطها في الايه واحطها في التلاجه، فالسمنه هتجمد. هاخدها افردها زي دي بالظبط كده، يعني دي هي دي تمام. بفردها قد ما انا عايزه رفع الفطيره، يعني انا عايزاها كده كده اهو ماشي. يعني مش هطبقها تاني بقى خلاص، هي كده متطبقه زي الفل اهي. ابدا بس افردها، مش عايزاها بقى ايه انا مش هحطها في الفرن ده، انا هعملها في الطاسه. فابدا ان انا افرد على قد الايه الطاسه بتاعتي او السمك اللي انا عايزاه. هي كده خلصت. بص سهله ازاي، انا هحط الفطيره في الطاسه بس هديها ايه ثانيه واحده عشان اسويها معلقه سمنه كده في الطاسه عشان تديها وش احمر حلو، واروح حطاها في الطاسه كده وهروح مغطيه عليها. لازم لازم تغطوا عليها.